السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واحدة كبيرة في السن كده راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، هل أدخل الجنة؟ وكان سنها كبير شوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها مازحا: لا يدخل الجنة عجوز. ست زعلت كده وخدت على خاطرها ومشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادلها وقال لها: تعالي تعالي، وإنما تكونين في الجنة عربا أترابا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني في سن الثلاثين كده، شباب في عز الشباب. سبحان الله. اللي عايزين نتعلمه من الموقف دوت: كن صادقا حتى ولو كنت مازحا، وتعلم من سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأول ما تشوف بقى الفيديو دوت النهاردة الجمعة، فصلي كتير على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.